السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لميتوا غرافكم؟ إذا ما لامين لموا الغراض وطلعوا على النهر لو على البحيرة توينسوا صيدوا مالتكم الكاب المحترم. أنا لميت الغراض عندي يومين وريت أصيدي على أقل شيء 2 كاب. خلينا نقول إن شاء الله وتوينسوا بالفيديو.
يلا حبايبي، هسه طلعنا اول كاب، وبصراحة اني ناوي اصيد لي بعد كاب، بس هسه العائلة خابرت وبالطريق راح يجون للبيت، راح الم اغراضي واروح. بس قبل ما اروح شغلة كلش مهمة حبايب، الصيد معناته الغراض اللي تصيدون بيها لازم محترمة، لا تباعون وين رخيص وما رخيص. اذا الخيط محترم وقوي وما ينقطع ما راح تضيعون كاب، تقطعون انتو الكاب تصيدون وتتونسون. اذا الخيط لنوعيته رخيصة مو زينة وينقطع راح تضيعون الكاب راح تنقهرون. هذي شو مرة صديقي خابرني وقال لي ضيعت لي كاب كلش كبير ومقهور ما قدرت انام لي كله. لو الخيط مو زين، لو ما متشلب زين، واحد ما يدري شنو القصة. بس اذا واحد اموره يرتبها يسويها محترمة، مثل انا اصيد ماتي شو اسمه السنارة بي بي برودكتس، اموت عليها حادة وشغلة محترمة، شغلة محترمة بصراحة. الخيط جرين هورنت من بي بي برودكتس قوي، 25 لبس حبايبي، مو معناته عرض الخيط. هاي قسم هذيك مرة انا استغربت عبالهم عرض الخيط 25، لا القوة 25 لبس، معناته كلش قوي. هذا الخيط وين تخلون عليه السنارة؟ شو توكلون؟ البويس والتيجانات، هسه حنصدم بالتيجانات، شغلة محترمة، دائما تقدر تصيد بالتيجانات بصراحة، وأنا دائما أقولها. وكان المنطقة بس عم تعرفون، وكان المنطقة احنا شوية بالبويلز بس، وخليت التيجانات مثل شوكليتة. هو أجا أكل وبعدين لقى في الشوكليتة، شنو الشوكليتة؟ التيجانات، الحب العزيز بالعربي. أي القصبة لازم محترمة. عم شنو ما تتورطون بالصيد، بس هاي الشغلة. إذا شيء كواليتي ما راح يورطكم، بس الشغلة الوحيدة تبقى تصيدون سمك، تلقون سمك، تدورون سمك، وتطلعون سمك، هاي أهم شغلة. وواحد لازم يسويها مرتبة، الإصطاد لا تنسون، لا تسدوا كلش قوي، عمود لا تضيعون السمكة، وتعبوا، لعبوا ويا الكاب. أطي خيط وجيبه عليك، وأطي خيط تعبه وطلع بعدين بالأخير راح تتونس. شغلة بسيطة بس مرات ما تدبر الشغلة، لأن أكو واي أشياء واحد ما يعرفه شو راح يصير. جزء أكو خشبة، أكو فتشي حديدة حادة بالمي، جوا المي ينقطع الخيط، الكاب يختل مكان، يجوز يضرب راسه ويطلع سنارة من حلقة، لو أنت طلع من حلقة تشق حلقة. هاي أشياء تصير بالصيد، واحد لازم ينقهر ويوم من الأيام يجي الكاب اللي واحد يتمناه. وخلينا نشوف والله. يلا هسه أنا ألم غراضي وتحياتي وشكرا على الكاب المحترم بعيونكم حلوة، وإحنا نشوف بعضنا القريب، نشوف بعضنا القريب. إخواني أموت عليكم أنا، يلا وتحياتي للوطن العربي. أبو سعد.